انظر إلى المثال صفحة 34، يقول المثال انظروا جميعا: إذا كان مجموع انحدى من حدود متتالية حسابية يتعين بالقاعدة، لاحظ إذا كان مجموع انحدى من حدود متتالية حسابية يتعين بالقاعدة اس ان التي تساوي ان بخمس ناقص ان. عطاني عبارة مجموع أول ان حدا من حدود المتتالية الحسابية بدلالة الان اس ان التي تساوي ان بخمس ناقص ان. عطاني مجموع أول ان حدا بدلالة العداد ان. قال أولا أوجد المتتالي الحسابي، ثانيا أوجد الحد التاسع منها، أول شيء أوجد المتتالي الحسابي، بعدين أوجد الحد التاسع، ثالثا أوجد عدد الحدود اللازم أخذها من المتتالية ابتداء من الحد الأول لكي يكون المجموع ناقص 300. عطاني مجموع إن حدا متتاليا ألا وهو اس إن، مجموع أول إن حدا متتاليا في المتتالي الحسابي ألا وهو اس إن يتعين بالقاعدة اس إن التي تساوي إن بخمس ناقص إن. عطاني المجموع كتابع لإن أو بدلالة إن، والمطلوب أوجد المتتالي، أوجد الحد التاسع منها، أوجد عدد الحدود اللازم أخذها من المتتالي ابتداء من الحد الأول لكي يكون مجموع ناقص 300. نجي إلى أولا أوجد المتتالي. نعم لاحظ أولا عم يقول لي أوجد المتتالي. في الواقع طلاب عم يطلب مني إيجاد المتتالي. تتعين المتتالي الحسابي بمعرفة مين ومين؟ تتعين المتتالي الحسابي بمعرفة من ومن؟ أريد إجابة الحد الأول والثابت والأساس. أحسنتي، بمعرفة الحد الأول أي واحد والأساس دي. نعم لحظة، أنا عطاني فقط عبارة SN، عطاني اس ان اللي تساوي ان بخمس ناقص ان. هذا السؤال راح نحله بطريقه ذكيه نوعا ما. لاحظوا طلاب لما ان يساوي الواحد، نعم لما ان يساوي الواحد، نعم هذا يؤدي، وعوض في عباره اس ان اس واحد تساوي واحد بخمس ناقص واحد. خمس ناقص واحد اربعه، في واحد اربعه، لما ان يساوي اثنين خلوني أوجد اس 2. اس 2 تساوي 2 بخمس ناقص 2. 5 ناقص 2 3 ب 2 6. لما ان يساوي 3 معلش، هذا يؤدي اس 3 تساوي 3 بخمس ناقص 3. مو هيك؟ 3 بخمس ناقص 3، نعم 5 ناقص 3 2 ب 3 والتي تساوي 6. نعم لاحظ لو انا قلت اس 2 ناقص اس 1، انا عم بسالكم اس 2 ناقص اس 1 ماذا تساوي؟ 2. اس 2 ناقص اس 1 هي عباره عن اي 1، نعم، او هي عباره عن اي 2. لاحظ جميعا لما ان يساوي الواحد، انظروا جميعا لما ان يساوي الواحد، الاس واحد هي واحد بخمس ناقص واحد وتساوي اربعة. لما ان يساوي اثنين، اس اثنين هي اثنين بخمس ناقص اثنين، الحكي كنا نحكي من شوي، خمس ناقص اثنين ثلاثة باثنين ستة. لما ان يساوي ثلاثة، اس ثلاثة ثلاثة بخمس ناقص ثلاثة وتساوي ستة، اس اربعة. لما ان يساوي الاربعة، اس اربعة، أربعة بخمس ناقص أربعة والتي تساوي الأربعة. نعم لاحظوا الآن، نعم الـ A1 ألا تساوي S1؟ ليش؟ خلينا نكون دقيقين. المجموع الأول S1 تساوي الـ A1، الـ S2 تساوي S1 المجموع الأول زائد الحد الثاني، الـ S3 تساوي المجموع حدين أوليات زائد الحد الثالث، الاس 4 تساوي الاس 3 مجموع اول ثلاث حدود زائد الحد الرابع، اس 5 تساوي المجموع الرابع
زائد الحد الخامس وهكذا. اس 2 ناقص اس 1 تساوي اي 2، اس 3 ناقص اس 2 تساوي اي 3، اس 4 ناقص اس 3 يساوي اي 4، اس 5 ناقص اس 4 تساوي اي 5، وبهذا احصى على اي 1 اي 2 اي 3. لم احتاج لا للحد الاول ولا للاساس. انظر اي 1 هي اس 1 والتي تساوي 4، الاي 2 هي اس 2 ناقص اس 1، 6 ناقص 4 والتي تساوي 2، الاي 3 هي اس 3 ناقص اس 2، الاس 3 قديش؟ 6، والاس 2 6، 6 ناقص تساوي 0، الاي 4 اس 4 ناقص اس 3 وتساوي 4 ناقص 6 ويساوي ناقص 2، معناته المتتالي الحسابي صفت الحد الاول 4، الحد الثاني 2، الحد الثالث 0، الحد الرابع ناقص 2 وهكذا. هل انا احتجت الحد الاول والاساس عندما اعطيت المجموع؟ هل احتجت لهم؟ اريد الاجابه تماما. المجموع اس ان، انا اعطاني المجموع اس ان اعطاني بدلاله ان، عوضت قيم لان، وبعرف ان الاي 2 هي اس 2 ناقص اس 1، الاي 3 هي اس 3 ناقص اس 2، الاي 4 هي اس 4 ناقص اس 3 وهكذا. بكون حصلت على المتتالية 4 2 0 ناقص 2 وهكذا. الطلب الثاني عم يقول، الطلب الثاني خلينا نرجع نتذكره مع بعض، اوجد الحد التاسع من المتتالية الحسابية. أوجد الحد التاسع من المتتالية الحسابي. طبعا انطلاقا من قانون الحد العام لإيجاد الحد التاسع، عبارة الحد العام في المتتالي الحسابي، شو كانت عبارة الحد العام في المتتالي الحسابي؟ أي إن التي تساوي أي واحد زائد إن ناقص واحد بدي. إذن عبارة الحد العام اس ان اي ان تساوي اي واحد زائد ان ناقص واحد بدي، نعوض ان يساوي التسعة. الحد الاول معرفه قديش؟ اربعة. الاساس قديش؟ قديش الاساس حسب الطلب السابق؟ ناقص اثنين، سالب تماما. والان راح عوض ان يساوي التسعة، فقط علي عوض ان يساوي التسعة. انظروا جميعا، اس 9 تساوي اي 1 زائد 9 ناقص 1 بدي، الاي 9 تساوي 4 زائد اي 1 عوضتها 4، الان عوضتها 9 9 ناقص 1 8، الدي ناقص 2، 4 زائد 8 ناقص 2 ناقص 16، 4 ناقص 16 والتي تساوي 12، 4 ناقص 16 والتي تساوي 12، 4 ناقص 12 والتي تساوي 16، معناته الاي 9 تساوي ناقص 12. الطلب الثالث شو كان عم يقول؟ الطلب الثالث بنرجع له معلش، عدد الحدود او اوجد عدد الحدود اللي لازم اخذها من المتتالي ابتداء من الحد الاول لكي يكون المجموع ناقص 300. يعني اعطاني اس ان قديش؟ قديش اعطاني الاس ان هنا طلاب؟ اريد الاجابه 300. ويريد من مين؟ ان، ويريد ال ان، اليس كذلك؟ نعم. خليكم معي، لاحظ انا عند المتتالي الحسابي ما بنسى كانت 4 2 0 ناقص 2 الى غير ذلك. نعم لاحظوا طلاب، اعطاني اس ان تساوي ناقص 300. نعم ويريد ال ان، ويريد عباره ان انطلاقا من قانون الاس ان، اس ان تساوي ان بخمسة ناقص ان، نعوض لحظة طلاب بهذا القانون، فقط بهذا القانون وليس انطلاقا من القانون اللي احنا اخذناه. يجوز ان اعود الى القوانين اللي احنا اخذناهم. لاحظ عوضت الاس ان ناقص 300 بحصل على معادلة فيها مجهول واحد هو ان، ناقص 300 يساوي ان بخمسة ناقص ان، دخلت الان على القوس، خمسة ان ناقص ان مربع، نقلت الان مربع لهون،
لاحظ طلاب أنا هون عندي ناقص 300 يساوي إن بخمس ناقص إن، دخلت الإن خمس إن ناقص إن مربع، الناقص إن مربع جت له صارت إن مربع، والخمس إن جت على الطرف الأيسر صارت ناقص خمس إن، والناقص 300 بالأساس موجودة أحلها بالتحليل مباشر، أريد عددين مجموعهم ناقص خمس وجداهم ناقص 300، من هما العددين الذين مجموعهما ناقص خمس وجداهما ناقص 300 برأيكم؟ هما الناقص 20 والزائد 15، الناقص 20 بإن زائد 15 إما إن يساوي 20 أو إن يساوي ناقص 15، أي حل بنرفضه وأي حل بنأخذه؟ إما إن يساوي 20 أو إن يساوي ناقص 15، نأخذ الحل الموجب. لماذا؟ لأن الحل الموجب يعبر عن عدد حدود، معناته بنأخذ إن يساوي 20 ناقص 15، إن يساوي ناقص 15 مرفوض، ما عندي عدد حدود سالب، لذلك بناخذ ان يساوي 20، هذا هو الحل المقبول، اي ان عدد الحدود والذي يساوي 20. لدي 20 حدا في البدايه لازم اجمعهم لحتى يكون معي المجموع ناقص 300. ممكن انتم تتفاجئوا كيف انا المجموع طلع معي ناقص 300، لا تنسوا المتتالي هاي شو صاير معها؟ متناقصة بسبب انه اساسها سالب، يعني انا بالحد الثالث والرابع والخامس والسادس راح احصل على عدد سالبي، ومجموع الحدود السالبي هو عدد سالب. بهذا طلابنا ننهي درسنا لهذا اليوم.